قابلتهم من يجي 10 سنين وكنت مبهورة وسعيدة بالتجربة دي، سعيدة بأن اتنين بيحبوا بعض واتجوزوا وسخروا موهبتهم وعشقهم للمزيكا في شيء مبتكر لم يسبق له كابل أو زوج إن هم عملوه. من 10 سنين كانوا بيبتدوا يقدموا نفسهم في إنهم العازفين يعني مثنى اللي بيعزفوا على عود واحد. ودي مسألة ممكن تتقال بسهولة بس تتعامل بصعوبة، إنه الأوتار بتاعة العود لازم تبقى الإتين هما اللي بيعزفوا اليمين والشمال. الحقيقة إنه هما الاتنين مسكوا القفة أم ودنين أو العود اللي لازم يتعزف عليه من اتجاهين بإيديهم هم. غسان بيعزف على اليمين ودين على الشمال. من يوم ما قابلتهم من أكتر من 10 سنين ما قدرتش أنسى اللقطة الرائعة اللي أنا شفتها دي، ومعرفتش هما وصلوا لفين. الحقيقة إن هما وصلوا لمرحلة من الإتقان فاقت كل التوقعات. الناس افتكرت أو كل اللي شافوا التجربة دي قالوا دي الحبة يعني مع بداية الجواز والحب والعلاقة الأولى وخلاص. لا، هو مش وخلاص، هما كملوا، هما اتدربوا أكتر وبقى بيعملوا حفلات غاية في الروعة وبيحضرها ناس حابين مش بس الأنغام إنما الزوجين اللي بيعزفوا الأنغام على آلة واحدة. خلينا نرحب بدينا عبد الحميد وغسان يوسف. اهلا يا دينا. مساء النور. ازيك يا دينا؟ اهلا يا غسان، ازيك؟ سعيده بوجودكم. ياه، سنين غريت بسرعه قوي. بقى لنا يجي 10 سنين من اول ما قابلتكم. صحيح، تقريبا. صح كده، تقريبا 10 سنين. اولا للمره الثانيه من بعد ما قلتها من 10 سنين بحيي التجربه وبحيي الحب وبحيي الانغام، يعني كل حاجه في تجربتكم دي تستاهل تحيه لوحدها. اصريتوا ان انتوا تكملوا فكره ان انتوا تعزفوا انتوا الاثنين على عود واحد. العزف على عود واحد مثل ما قلنا لك قبل 10 سنين انه كانت عباره عن لعبه انا ودينا بالبيت، بحكم انه نحن مع بعض دائما، فجربنا قلنا نلعب اللعبه دي، هي بايد وانا بايد وهي، والحمد لله رب العالمين. هو الموضوع كان هزار الاول. هزار. مين اللي ابتدى الاول؟ يعني هو بيعزف وانت عايزاه يتكلم معاكي فقعدتي جنبيه على الكنبه ولا العكس؟ والله غسان اللي جه قال لي دينا طب تعالي نجرب، انت بتتمرني طول الوقت بعودك وانا بعودي، طب تعالي نجرب نمسك رود. انا استغربت قلت له انت بتهزر. فقال لي لا نجربها، واي نوت. فابتدينا نجربها، كانت صعبه في الاول. بس انا عايزه هي شبه أقول... مستحيله. هي صعبه، صعبه جدا. هي صعبه بس هي محتاجه طبعا يكون العازفين الاثنين عندهم التقنيات العاليه وبنفس الوقت التوافق الروحي. لازم استهلاله كده، لازم تعزفوا لنا حاجه على نفس العود. على عود واحد. على عود واحد. هو بيبقى العود بتاعه ولا العود بتاعك؟ لا، العود بتاعي. العود بتاع دينا. انت يور تيرمز، شروطك طبعا. طبعا على ارضك. اتفضل يا غسان. طب انا استاذن من عودي الحلو. اتفضل. يعني انا اول مره بحطه على الارض، بس هنخليه يقعد هادي واخد ريشتي. ايوه. هتعزفوا لنا ايه؟ حاجه الفيروز. فيروز، ايه رايك؟ طبعا، ما فيش احلى من كده. استنى دينا، ما ايدك الشمال لسه ما ظبطتش. استنى. ما هي هتظبطها. مش عايز تحط رجلك على الستاند؟ لا. عالي عالي. يا thank you.
هيعزفوا مع بعض الا اذا كان ممكن بس ارجع حبيبي لحضني. اتفضل اتفضل يا استاذ. مستحيل انه يعني وانتوا بتتصوروا لا لازم يكونوا اتنين بيحبوا بعض متجوزين بينهم عشره وتفاهم ما اعرفش حاسه كده انه ما ينفعش اتنين غيركم. سبحان الله هي نعمه من ربنا انه اختصينا احنا نبقى كده. طيب غسان بقاله يجي 20 سنه في مصر. انت جيت هنا مصر من زمان قوي. استقريت انت واسرتك ولا جيت لوحدك؟ لا لوحدي. جيت لوحدك؟ جيت تدرس ولا جيت تشتغل ولا جيت مع اهلك؟ جيت ادرس اكمل مع استاذ نصير شمة العود. انا درست العود بلعب عود بعزف العود من سن مبكره جدا من 8 سنين وجيت انضميت لاستاذ نصير. ده كان في حلب هناك بقى وانت 8 سنين؟ لا كنت بالامارات. كنت في الامارات. وجه له تحيه لاستاذي طبعا عظيم. طبعا نصير شمة ده يعني هو استاذ فنان متفرد. طبعا متفرد. وبعد كده قابلت دينا بقى في التدريبات. يعني قولوا لي كده. على فكره في حاجات بيني وبين غسان مشتركه جدا. يعني هو اتعلم عود وهو عنده 8 سنين، انا ابتديت اتعلم عود وانا عندي 9 سنين. كانت في كليه التربيه الموسيقيه وبعدين نقلت على دار الاوبرا المصريه والتحقت مع بيت العود مع استاذ نصير شمة في نفس الوقت اللي غسان جه التحق فيه. فسبحان الله نصيب برضو. وحبيتوا بعض بقى في التدريبات. ايوه. اعجبت فيها انا بالاول. اكيد يعني طبيعه الرجل الشرقي يعني. فعم بسلم عليها. قلت لها يا حبيبتي ما بدوسش غير على العود هيك بقول لها لدينا ايدك صغيره. فهي لفتت نظر يعني مين ده اللي يقول لي انه ايدي صغيره يعني انت عم بتسلم علي كصديق يعني. بس انا كنت معجب فيها طبعا كثير. وبعدين لا كملوا. وبعدين رحت قلت لاخوها. قلت له انا اخوها صاحبي عود برضو ولا لا 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 لا. ومش الحال بعدين يعني استمرينا شوي وخطبنا وتجوزنا. يعني بيت العود ونصير شمة هم اساس شهيد، هم شهود على القصه دي، شهود على قصه الحب دي. ودكتورة رتيبة الله يرحمها كمان. الله يرحمها. هم الاثنين اللي انتوا اتفضحتوا ده كل الناس كانت عارفه. أيوة. بتحبوا بعض يعني كله كان عارف. طيب لازم اسمع منكم حاجه برضو مع بعض تختاروها قبل ما او انت ممكن تعزف لنا حاجه منفرده يا غسان. سولو زي ما انت عايز. حاضر من عين. ايه بقى تعزف لنا ايه؟ طيب هي مفاجأة هاي هلعبها. مفاجأة؟ مفاجأة. ايه ليه؟ مقطوعة اسمها دينا ولأول مرة بعزفها بلقاء أو على المسرح يعني حتبقى عندك في برنامجك. دينا بقى دينا دينا من لحظة الحب الأول ولا دينا بعد جواز 10 سنين ولا دينا من قبل ما أشوفها لغاية ما نموت. إيه رأيك؟ لا رأيي كويس جدا. مبسوطة يعني. مقطوعة دينا. دينا. Thank you.
بختك يا دينا، يا بختك يا دينا. ده كل اللي اسمهم دينا النهارده هيزقططوا. انت بتعيطي يا دينا؟ اكيد بنفعل. ايوه بس اكيد سمع، اكيد هو بيألفها وبيدرب عليها، كان قاعد جنبك بس. لا بس المفاجأة انه يهديها لي على الهواء يعني. انت مش عارفه انه هيعزفها؟ الفكره مفاجأة لينا احنا. لا لا حتى ليا مفاجأة. بس هو اكيد قال لك كتير بيحبك وكل حاجه، انما ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. خدي وقتك يا معلم، براحتك يا حبيبتي. لا اصل انا لما بفتح لا 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 ما تفتحيش، خدي نفسك كريمه. انت كنت فاكره انه المقطوعه دي عملها بينه وبينك كده وفي البيت بيعزفها لك وخلاص؟ ما كنتش متوقعه انه يعزفها للجمهور يعني، يعني ممكن تكون في سي دي في كده بس. اول مره حتى اسالي التلاميذ سمعتوها قبل هيك؟ انتوا كمان قاعدين متفاجئين صحيح. يعني بخلاف النغم الحب اللي طالع من اللحن كفايه قوي ان احنا نحبه. وكل بنت اسمها دينا النهارده اخذت هديه على فكره كده مجانيه من غسان، مقطوع الدينا على العود. صحيح. طب ما تردي عليه بحاجه بقى. يعني اي حاجه بقى، الحب كله يعني برضو طبعاً. اعملي واجب معايا يا دينا. يعني الراجل ظبطك. دينا هي قالت له ونمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري يا غسان.
يعني اختيار موفق. طبعا ربنا يديم المحبه يا رب. امين يا رب. وكل الحاجات الحلوه. بتتدربوا كام ساعه في اليوم عشان تعملوا مقطوع مع بعض في نفس العود؟ كان في الاول بناخد وقت كتير جدا. دلوقتي عادي، البروفه الطبيعيه العاديه. يعني فيكي تختبرينا تقولي لنا اعزفوا لي اي شيء؟ اختبار؟ لا لا لازم يبقى في تدريب، مستحيل. ما عادش في تدريب والله، خلاص يعني. انا لي اكثر من 35 سنه بلعب عود ولينا نفس الشيء يعني. ده حياتنا. 35 ولا 25؟ ده حياتنا ودول اولادنا يعني، احنا ربنا ما اداناش اولاد، ودي اولادنا يعني. ودول اولادنا. اولادنا واخواتنا وحبايبنا. يعني الولد ما شرط يكون، الابن ما شرط يكون بيولوجيا او جسديا يعني. انا اولادي دول روحانيا يعني، واخواتي وحبايبي انا بعشقهم اصلا، وبتمنى لهم صحيح. يكونوا احسن مني ومن دينا. ده منهور اوبرا، ده منهور اللي بالصوره. الناس بتشوف في الولاد العزوه والامتداد والحب. انتوا الحمد لله ربنا افاض عليكم بالحب والعزوه والامتداد، فدي احلى حاجه في الدنيا. الحمد دي لله. احلى حاجه في الدنيا. على فكره هاجي اقعد جنبك واعيط. لا مش عايزين نعيط. لا بس انا هقول لك، ساعات الواحد بيبقى عنده يعني، انا فاهمه تسلسل الدموع في عينيكي له علاقه بالمشاعر اللي جوه قوي، مش المشاعر اللي على السطح. مش احنا بنحب بعض بقالنا 10 سنين متجوزين، لا يعني في حاجه بتبقى من جوه قوي هي اللي بتخلي البني ادم عينيه تفيد بالظبط. خلي بالك من حاجه، انه دينا بتحبك كتير جداً. وانا بحبك كتير يعني. حضرتك كنتي عرابه لان في اول بداياتنا يعني، بداياتنا كظهور على الاعلام، وانه نطلع حتى انا يمكن لاول مره احكي لك هذا الموضوع. لما عملنا فكره العود الواحد وكنا بساقيه الصاوي، اجى تقريبا 15 كاميرا. حتى استاذ محمد الباشمهندس محمد قال في ايه جوه، في ايه، مين الكاميرات دي، كل القنوات اللي جايه. قالوا له غسان ودينا عم بيعزفوا جوا، فدخل هو اللي قدمنا. وقتها حضرتك كان في كاميرا جاي من عندكم. ورجعنا على البيت وعملنا لقاءات كتير كتير. فبقول لدينا ان شاء الله هيك بعد 4-5 سنين نكون مع مدام منى. اقسم بالله العظيم. لا 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 لا، كنا مع حضرتك هوا تاني يوم. تاني يوم كنا هوا بنفس الدقيقه اللي انا عم بقولها لدينا. يعني سبحانك يا رب، عن جد شيء غريب ترتيب رب العالمين. سبحان الله. يا دوب انا خلصت الجمله التليفون برن، كان وقتها مدام زينب او زينة الاعداد. انا حافظ اسمها لانه حضرتك بصمه يعني ما بتتكرري. اشكرك. انا اللي هعيط دلوقتي. لا لا. بس في حاجات بيبقى في حاجه الهيه ربانيه صحيح. بتخلي الناس تتقابل. وموهبتكم هي الحقيقه اللي شدتنا وشدت الناس. موهبتكم وحبكم لبعض. في 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 تجارب ربنا سبحانه وتعالى بيطلعها للاضواء للناس تشوفها وتتعلم منها، او تكون اضافه حلوه لها بحياتها. بس كمان في تجارب كثير بتبقى موجوده بين الناس ما بتطلع للاضواء. صح. نحن اللي ممكن نكون تحت الاضواء بنتعلم منهم. صح. عشان هيك نحن كلنا بنتعلم حاجات حلوه وجميله. كنا مكملين لبعض. صحيح. طيب عايزه دينا وغسان يعزفوا لنا مقطوعه بعود واحد. مجموعه من اغاني سيد درويش. صحيح. لا اغنيتين. اغنيتين. وراح نختم برضه بحاجه لسيد درويش. هو يعني هما ثلاث حاجات متسلسله. حلو. انا بهدي هالمقطوعه الاولى والثانيه للجمهور ولحضرتك ولتلاميذي. طب والثالثه؟ الثالثه لينا كلنا. اخر مقطوعه، اخر حاجه حنعزفها دلوقتي دي للوطن العربي كله. اوكي اتفقنا. هي دينا بعودها وانا بريشتي. انا لازم أيوة ريشي. كل واحد مساهم. لانه في التاتش تبعي على الريشه.
خليكي بس، خليكي بس. انت عمال تقول ثلاث حاجات. انا في بلدي يا بلدي، والله اخر لمبو كانت ايام. وبعدين دي المفاجاه بالنسبه لي، انه بلادي بلادي، واذا كان في اتنين بيعزفوا على نفس العود بلادي بلادي، في ملايين بتغني بلادي بلادي بصوتها وبقلبها وبضميرها وبروحها. طب بقى ممكن تعملها لنا تاني؟ طبعا. حاضر من عندك. حاضر. بس بلادي. بلادي. بجد تسلم ايديكم بجد. دينا وغسان من اجمل والطف الحاجات اللي انا قابلتها في الفتره الاخيره. الله يخليك. دايما الناس بتشوف اللقطه الظاهره اللي هي مهاره اتنين متجوزين بيعزفوا على عود واحد. انا النهارده شفت حاجه ابعد واعمق من اللقطه الظاهره دي. انا شفت شيء اعمق بكتير واحلى بكتير. في حب وفي عشرة. صحيح. حب وعشرة تخللتهما دموع دينا، بس عادي كان في هدايا متبادلة. هدوا بعض الطرفين، هدوا بعض قدامنا. يا رب هدية رب العالمين المحبة دي تفضل إلى الأبد. أمين يا رب. وما يبقاش بس العود هو اللي بيوحدكم، حاجات كتيرة جدا. يضل الحب بقلبك وبقلب كل الناس وكل قلوب البشر، ويشيل كل السلبيات. غسان ودينا. شكرا. السيدة الألمانية اللي وراها حكاية. ألف ب ت س. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه؟ خدتي بالك إن هو ما بيمثلش؟ حطي هنا ملح في ودانك. هو ده غير طبيعي الفترة دي. دمه خفيف جدا، وده اللي أنا اتفاجئت بيه. 1 2 3. من بين الناس أنا عشت معاك إحساس. في حاجات كده ما تقولهاش للست الحامل. ما خدتش الهاني مون. شفتي بقى في ايقاع حوامل، ايقاع بطيء كده. انت يا امي.